تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية وفيما يلي نص البرقية صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تابعنا بكثير من الاعتزاز الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة ويطيب لي هنا أن أعبر لجلالتكم وللشعب البحريني الشقيق عن خالص التهاني للنجاح العملية الانتخابية التي جرت بأجواء ديمقراطية شفافة وشهدت مشاركة شعبية في التصويت غير مسبوقة عبر من خلالها أبناء الشعب البحريني عن إيمانهم وتمسكهم بتجربتهم الديمقراطية خدمة لوطنهم وتحقيقا لمصالحه العليا متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والازدهار بقيادتكم وحكومتكم الرشيدة وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير صباح لحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت